الله يرحم أم كلثوم، تعيش وتسلم يا وطني. أستاذ مكرم، قبل الاستراحة من بداية الحلقة احنا بنناقش معنى النتائج، جزء من النتائج مش الدستور بس، ولكن المستقبل القريب وهو الانتخابات الرئاسية واحتمالية ترشيح الفريق أو عبد الفتاح السيسي. ده كنت عايز تضيف حاجة في النقطة دي؟ أنا قبل ما أتكلم عن المستقبل هتكلم دقيقة برضو عن موضوع السيسي، لأنه لابد أن نضع في ذهننا هذا الافتراض حتى لو كان نظري. ماذا لو أن السيسي راغب واعتذر؟ لازم نكون جاهزين دايما للاحتمال. واحد، أولا أنه سوف نكون في وضع كارثي، لأن زي ما اتفقنا جميعا أن الفاتورة المقدمة للجماهير لا تنتج رئيسا يجمع عليه الشعب، وبالتالي الجبهة الداخلية سوف تظل مهددة منقسمة على أنفسها. نمرة اثنين، الإخوان المسلمين سوف يأخذون نفسا طويلا في هذا وسوف نعطيهم فرصة. نمرة ثلاثة، سوف يبدو قدامنا وكأننا انهزمنا، الإرادة المصرية قد انهزمت أمام مطالب الغرب، بأن والله السيسي لا ينبغي أن يرشح، لأن ترشيح السيسي يضفي على الوضع أنه المؤسسة العسكرية سوف تحكم مصر. الحقيقة بأكملها كاذبة، أن المؤسسة العسكرية السيسي رئيسا للجمهورية لا يعني أن المؤسسة العسكرية سوف تحكم. طب هسألك السؤال بشكل تاني، افرض أن المؤسسة العسكرية جدلا من قبيل الافتراض تريد أن تحكم مصر، هل بهذا الدستور اللي مصوت عليه 23 مليون تقدر؟ ده اللي كنت هقوله. تقدر؟ ده اللي كنت هقوله. لو عايزة هل تقدر؟ لا هي تقدر ولا السيسي يغرق. السيسي فرصته الجميلة في مصر أنه وطني مصري أصيل، ده القاعدة الأساسية اللي عنده، يريد أن هو ينهض بدولته وأمته، لا يريد نفوذا في الخارج، ليست لديه أطماع في السيطرة على عالم عربي، يريد علاقات جميلة مع العالم العربي، وبالتالي كل هم السيسي أن هذا البلد تتقدم. السيسي هو الذي سوف يقيم دولة المؤسسات، وعشان كده هو الذي سوف يطبق الدستور، والمصريين مش مطالبين من السيسي المستحيل. أنا أعلم أن هناك من يخوفون الحمل ثقيل، هذا البلد غامل تحط فيها ما يبانش الأوضاع، كل ده غير صحيح، لأن كل ما يريده المصريين من السيسي أن يكون عادلا، يحفظ هذه الدولة، يحفظ كرامة الجيش، يقيم دولة المؤسسات، يرعى العدالة الاجتماعية بقدر ما يستطيع في ظروف الجميع يعترف فيها. احنا لا نريد منه على وجه الإطلاق أنه هو يحول حياتنا إلى جنة، ولا نريد منه أنه هو تاني يوم يصدر قرار بأنه مضاعفة المرتبات. هذه دي أوهام وأحلام كاذبة. احنا نريد رئيس لدولة تتوق الى استعادة كرامتها، لانسان مصري يتوق الى احترام حقوقه، يغلق ثقوب الفساد، يعطي للعدالة اطوها الحقيقية، يحكم بالقانون. واظن انه لو فات على مصر ان السيسي يحكم هذه البلاد ودخلنا في الفاتورة اللي موجودة، أظن أننا سوف نذهب إلى ضياع. عشان كده إصراري على أن نزول السيسي أصبح ضرورة. إذا أذنت لي أتكلم في موضوع الإخوان المسلمين والخطر، إحنا النهاردة زي ما بقول لنا رسالتين. الرسالة الأولى أن نثبت في مواقعنا في الداخل ونؤكد للعالم أننا كنا صح في 30 يونيو، وأنه هذا الاستفتاء العظيم يؤكد أنه الإرادة الشعبية لابد أن تعترم. حاجة تانية، أن احنا نشوف وضع الإخوان المسلمين. وضع الإخوان المسلمين بعض الأمريكان الاستراتيجيين بيقولوا يمكن أن ينتج عنها قاعدة جديدة في مصر، وأظن أن هذا من قبيل التخويف وليس حقيقيا. الإخوان المسلمين لا يمكن أن ينتج عنها قاعدة لأسباب كلنا عارفينها. قوامها الأساسي طبقة وسطى، تجار بتوع عقارات يريدون الحفاظ على مصالحهم. إذا استمرت الإخوان المسلمين على نهجها سوف تجد أن هؤلاء كلهم ينصرمون منها.
وبالتالي هي لكنها أيضا مؤسسة ها يحكمها مجموعة من المحافظين الذين لا يفهمون. ليه؟ اعتادوا على أنهم ياخدوا الشباب ها يودوه إلى المعتقلات كل 10 سنين يعمل محاولة للاستيلاء على السلطة، يتم القبض على 20,000 شاب وصلوا في عهد عبد الناصر إلى 60,000، يودعوا في المعتقلات، هم يقدموا اعتذارا إلى الحكم ها، والأولاد تقعد ما بين 18 و20 سنة. ولو أن هؤلاء الناس في قلوبهم ذرة رحمة كانوا قالوا للشباب اللي موجود النهاردة ها من فضلكم توقفوا عن العنف ها، العنف لن يجدي سبيلا، نحن نريد الحفاظ على دمكم، لكن معركة خاسرة بكل المعايير خاسرة، والشعب خرج هذا ومع ذلك يقولوا اطلع واستمر، ويحاولوا السيطرة على شباب الجماعات، ويحاولوا دق إسفين ما بين 25 يناير وما بين 30 يونيو، لأن لعبتهم القادمة هو محاولة السيطرة على شباب الجامعات وإزكاء هذه الفتنة. وما لم ينتبه الحكم لأنه لهذه الفتنة سوف نصبح في مأزق، هناك مشكلة مع الشباب، هذه المشكلة مع الشباب تقتضي أن نستمر في حوارهم. اثنين، لابد أن نسبقهم إلى أولادهم، لا ينبغي إطلاقا أن ما حدث يعطينا فرصة أن احنا قد انتصرنا خلاص لابد أن يظل الباب مفتوحا لعودة كل من ليس على يديه آثار دماء وكل من لم يرتكب جريمة، لابد أن نحرص زي ما سمحنا للعالم كله أن يرى قبل النهضة الآلاف من الذين كانوا موجودين في النهضة وخارجين بالطوابير في أمان ورجعوا إلى بيوتهم سالمين حاملين كل شيء، لابد أن نحفظ هذا الباب الجانبي مفتوحا لكل من يعيد، ولابد أن ندير حوارا مع الشباب، ولابد أن رئيس الجمهورية يقعد في أقرب وقت مع رؤساء اتحاد طلاب الجامعة عشان ينظم العلاقة ما بين هذه الطلاب وجامعاتهم. من حقك تضرب بس تضرب في حدود، يكون هناك ميثاق شرف أو لائحة جديدة، إنما تدمر الجامعات المصرية وتحرق مكتب الدكتور كوبيش عميد كلية الحقوق يتكسر، وكلية جامعة كليتين، كلية الزراعة وكلية التجارة الأزهر ورؤساء الجامعات حائرين يتهموا بعض ويلقوا العبء على بعض. هذا الموقف لابد أن يحل بلائحة تنظيمية جديدة لحقوق الطلبة وحقوق الجامعة، تقول للطالب التخريب معناه انك انت بره الجامعه. هنا هرجع تاني لحضرتك واسالك عشان انا استهوتني حكايه يعني 25 يناير اللي جايه دي، هل تعتقد انه اذا ما تم توجيه دعوه شعبيه واضحه وصريحه مؤيده بنتيجه الدستور، وكانه المجموعه دي هي وكانها يعني تقدم توكيلا عن او نداء من الشعب المصري صريحا واضحا للفريق أول عبد الفتاح السيسي بأن يترشح، هل ممكن يكون الإجراء أنه إذا استمع إلى ذلك يخرج إلى الناس ويقول لهم لقد ناداني الشعب فاستجبت له؟ ممكن، محتمل، من الممكن، لأن هي هو يعلم الأزمة، هو يعلم الأزمة اللي موجودة في مصر، يعلمها تماما، وهو ابن مصر، هو جندي، هو حط شرطين في كلامه، هو جندي المؤسسة العسكرية أنه يجب يعني أنه يكون في جيشهم موافق او معاه، لا هو ملهاش بالحرف اللي انا كنت حاضر يعني هو ملهاش كشرط هو كان حتى انا يعني اشتركت في الحديث معاه على الديمقراطيه هو كان الموضوع ديمقراطيه، فقول كل حاجه لابد ان نعود في ديمقراطيه، اخذ راي القوات المسلحه حتى وجه لنا الرساله يا فلان مش كده، قلت له فندم ايوه يعني كل حاجه عندنا حتى خطط العمليات الرئيسيه بيقص فيها اقل رتبه يعني فهي في تشاور، يعني خلينا نقول في تشاور يعني مش المساله كده هو يقصد هذا في المقصد، وبعدين ده كان السياق اصلا يعني كان السياق غير كده كويس، انما اللي احنا نفهمه ولو اي واحد في محله هيقدر ان في خلينا نقول حرج باعتبار المجتمع الدولي بيتحدث على ان ما حدث في مصر كان كذا وكذا،
أو إن ما قام به هو ما قام به كان مدفوع، يعني وكأنه يريد أن يثبت أو تصبح الدعوة شعبية وأنه ليس طالبا للسلطة لأنه طالب كده. الولاية لا يولى بالضبط كده، هو كده هكذا يعني. هكذا بالضبط زي ما حضرتك قلت هو ما هذا ما يريد، وبالتالي نحن نفهم هذا ولابد أن نجنبه هذا الموقف. فإحنا الشعب كله في كل، يعني احنا بنتكلم على فعاليات في كل مكان، احنا مش بنكتفي بهذه الفعالية، يعني انا اعتقد في المحافظات وفي كل مكان احنا بنقول شكل من الاشكال، يعني هي ليست كل شيء اللي بيتم التفكير فيها يوم الثلاثاء الجاي. احنا بنطالب ان كل في كل الجمهورية بفعاليات على هذا الاساس، على اساس ان احنا يعني انا كمواطن وكلنا حاسين عايزين 25 يناير نفرح بيه وتبقى رمزيته بقى، رمزية 25 يناير رمزية انتهاء خلينا نقول الثلاث سنوات العجاف اللي احنا مررنا بيه. بداية الثورة في 25 يناير 11 انتهت على خير بأن أصبح فيه أو سمي رئيس في مصر. أستاذ جمال غيتاش، حضرتك بتتابع ردود الفعل الإخوانية والحالة الإخوانية، يعني باستثناء قناة الجزيرة هم عندهمش محطات تلفزيون، لكن هو نشاطهم أساسا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والأخبار اللي بيطلعوها وشبكة رصد وكل هذه الأمور. تقدر من بشكل تحليل يعني كم تقدر تحط نموذج أو باترن أو باترون لطريقة سلوكهم في التعامل مع الأحداث الأخيرة؟ ده سؤال كويس جدا، لأنه التعامل الإخوان على الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي الحقيقة محتاج أنه يترصد كويس، لأن لو احنا قارنا مثلا بين اللي بيعملوا الإخوان ومناصرينهم على الشبكات في مقابل اللي بيعملوا النشطاء التانيين، هنلاقي هو الفرق بين أنه النشطاء اللي من خارج الإخوان تصرفهم وأدائهم على شبكات التواصل أقرب إلى التصرف العفوي أو اللي جاي يعني بالصدفة، إنما الإخوان ظلال الجماعة كتنظيم باينة جدا على أدائهم على التواصل الاجتماعي. وده تقدر اشرح لي، هقول لحضرتك تقدر ترصده. أنا عملت التحليل ده ونشرته في جريدة الوطن، لقيت إنه هم عندهم أربع تكتيكات بيستخدموهم على طول. أول حاجة إنه في كل توقيت هناك رسالة، يعني تخش بقى على، انا عملت التحليل ده كان على اكتر من 800 صفحه وحوالي 1000 مجموعه من المجموعات الاخوانيه، ففي كل توقيت في رساله ما بتمثل خيط بيربط كل الاداء بتاعهم، يتم التعبير عن الرساله دي بشكل او باخر، يتم الدعوه ليها او الدفاع عنها، انما في الاخر هو هناك رساله. هتيجي مثلا في فتره الانتخابات البرلمانيه كانت الرساله باينه ان احنا مش عايزين الفلول ترجع، في فترة انتخابات الرئاسية كانت الشريعة، في فترة بعد ما مرسي مشي ولحد دلوقتي الرسالة اتغيرت وبقت انه احنا بندافع عن الديمقراطية وعن الشرعية وانه الخصم بتاعنا هو حكم العسكر، يعني او التعبير اللي هم قايلين. فمن وقت للتاني دايما في رسالة واضحة بيتنقلوا بيها. تاني حاجة، تاني تكتيك بيستخدموه انه من داخل الدفاع عن هذه الرسالة او محاولات نشرها هم بيستخدموا التكتيك الاغراق في التفاصيل. حضرتك تروح تشتبك معاهم في أي جدل أو حوار في قضية ما من القضايا اللي بتمثل حاجة يعني بتشكل خطر على وجود الدولة مثلا، أو على أو إن شاء الله حتى في ما يتعلق بالقضايا اللي ليها علاقة بالشريعة والدين، تلاقي نفسك غرقت في تفاصيل لا علاقة ليها بالموضوع الأساسي اللي أنت دخلت فيه، والتفاصيل دي بتبقى بتخدم على الرسالة اللي هم بيشتغلوا عليها في الوقت ده. يعني ممكن لو حضرتك قريت ستيتس كده على الفيسبوك تلاقيه من فوق اللي كتبه بيتكلم في حاجة، بعد رابع أو خامس تعليق جاي من الناس اللي داخلة تلاقي راحت في اتجاه تاني خالص وغرق. محاول هو بيختطفك يعني. بالضبط، بيفرض أجندته عليك في الحوار بأنه بيكلمك في تفاصيل كتير جدا، فكأنك حاسس أن في أمر مباشر صدر من أعلى. من أعلى آه طبعا، ما ده جاي بقى في نقطة. الحاجة التالتة انه دايما بيلجأ للهجوم اللي هو مغلف بالتشويه، يعني هو جزء من ادارته للمعركة على شبكات التواصل الاجتماعي انه بيحاول هجومه ما بيبقاش في الموضوع دايما، ولكن في اوقات كتيرة قوي بيشوه اللي قدامه، بيخليك انت تنشغل بالدفاع عن ان انت يعني لا يلحق، انت مش عايش في التشويه اللي هو قايله لك ده والبزاقات اللي بتتقال، اكتر من انك تدافع عن القضية الاصلية اللي المفروض كنت ترد عليها. فده بيغير مسار النقطة الرابعة بقى حضرتك اللي حضرتك قلتها، انه احنا بنشتغل في شبكة
مش أفراد. يعني تلاقي حضرتك إيه إنه في بعض التعليقات وبعض الـ الـ المعلومات اللي بتتقال زي ما سيادة اللواء قال من شوية إشاعات تكاد تبقى معمولة بأسلوب القص واللزق الكوبي والبيست، وتلاقي ان في مجموعة اسماء بتتكرر في اماكن كتير، وهم عندهم لو حضرتك تخش على الصفحات بتاعتهم تلاقي في امرين، انه صاحب الصفحة متسكن على الاقل، انا كنت طلعت متوسط على الاقل 56 مجموعة، 56 مجموعة دي اخوانية، يعني هو واحد فرد من الاخوان شاب من الشباب، هم بيخلوه يتسكن على 26 مجموعة دول عشان كل اللي يتقال في 26 دول يطلعوا عنده في الصفحة من غير ما هو يعمل مجهود. فانت حضرتك بتلاقي قدامك كمية يعني تشبيك رهيبة، ده اللي بيسموه الشبكة العنكبوتية، هم بقى العنكبوتية دي اللي هي في الاساس هم بيحاولوا يستخدموها بعنكبوت عنكبوت ذات. اللي حاصل بقى دلوقتي حضرتك انه الاربع مسارات دول ابتداء من انه عنده رسالة وبيغرق الناس في التفاصيل وبيشوههم وبيشتغل في شبكة، دول كلهم مركزين دلوقتي على رسالة، على حاجة مهمة جدا في الأسبوعين، إنه من أول ما الدستور ابتدى يقرب وهم بيحاولوا يذكروا الناس بإن شرعيتهم هي الأصل، وإن ما سيبنى على هذا الدستور، على هذا الدستور وهذا الاستفتاء شرعية باطلة، لأنه هم مستشعرين إنه سحب ورقة الشرعية هيضيق مساحة الحركة اللي هم شغالين عليها من يوليا لحد دلوقتي. هم بيقدموا نفسهم بنفس بالخطاب ده للجماهير بتاعتهم او المتعاطفين معاهم في الداخل، انه والله احنا اصحاب الشرعيه وانه احنا مش متمسكين بمرسي ولا بالحكم، ولكن احنا متمسكين بالقيمه، ان انتوا رحتوا حطيتوا اصواتكم في صناديق وجم في يوليا ضيعوا لكم الاصوات اللي انتوا حطيتوها في الصناديق على مدار الخمس استحقاقات انتخابات اللي فاتت. نذكرهم ونذكر انفسنا انه سعاده او فخامه الدكتور محمد مرسي فاز في انتخابات الرئاسة بفارق أقل من 1%، صحيح. إذا سلمنا بالانتخابات كانت سليمة 100%. تمام. فهو أنا بقول لحضرتك يعني شكل من أشكال التوصيف لما يدور. الجزء الثاني أنه ورقة الشرعية دي هي البساط اللي اتحركوا عليه في الخارج، سواء بقى عن حق عن باطل، ان هم بيظهروا نفسهم من بره انهم اصحاب شرعيه وازيحوا عن السلطه بطريقه غير مظبوطه. فالدستور بالاستفتاء اللي حصل في اليومين اللي فاتوا دول بيسحبوا منهم هذه الورقه في الداخل وفي الخارج، ده تستشعره حضرتك من خطابهم اللي بيتداول دلوقتي. ده الهدف اللي بيحاولوا ان هم يحققوه من خلال الاربع تكتيكات اللي هي دايره على الفيسبوك دلوقتي. في نقطه مهمه جدا استاذ مكرم، النهارده منذ حوالي أربع ساعات كان منذ بداية النهار كان في اجتماع جمعية العمومية غير العادية في لنقابة المهندسين في ناحية استاد القاهرة، وانعقدت حوالي حضور حوالي أكثر من 15,000 مهندس لتبحث سحب الشرعية من النقيب ومجلس الإدارة، ونتيجة هذا الأمر وفي تصويت أشرفت عليه الرقابة الإدارية، أعتقد أنه كان في بيان صدر منها، يريت نشوف البيان ونسمع رأيكم حول هذا الموضوع. ممكن نشوف البيان. اليوم الجمعة الموافق 17/1/2014 جمعيتكم العمومية الغير عادية للاقتراع على طرح سحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المهندسين تحت إشراف قضائي كامل لهيئة النيابة الإدارية بإشراف اللجنة العليا برئاسة المستشار عبد الناصر خطاب، وعضوية كل من المستشارين عبد الرؤوف موسى، فوزي شحاتة، شريف الروهي، محمد صلاح، وعدد 103 عضو نيابة إدارية. واللجنة توجه شكرها لكافة جميع المهندسين الحاضرين والعاملين بالنقابة ورجال الشرطة الأوفياء والأمن الداخلي الذين تحملوا
معنا مشقة هذا اليوم، ونعلن نتيجة الاقتراع على النحو التالي. والشباب والرياضة طبعا دول فوق الكل، اللي هم الأمناء على اللجان اللي تعبوا فعلا مع السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الذين أشرفوا على عملية هذا الاقتراع. ونعلن نتيجة الاقتراع على النحو التالي: عدد الحضور 15,843، عدد الأصوات الصحيحة 15,773، عدد الأصوات الباطلة 70، عدد الذين قالوا نعم 8,887. عدد الذين قالوا لا 6,886. الجمعية العمومية الغير عادية الطارئة التي انعقدت اليوم لنقابة المهندسين، تلك النقابة التي كانت دائما من المعاقل الإخوانية بقوة. أستاذ جمال غطاس، تحليل الرقم المعنى النتيجة إيه، ثم نسمع من أستاذ مكرم معنى النتيجة من الناحية السياسية بعد ذلك. الشريحة الأكبر من المهندسين بتتجه في اتجاه يتماشى إلى حد كبير مع الاتجاه اللي حصل في الاستفتاء ومع اللي حصل في نقابة الأطباء قبل كده. يعني النقابات المهنية بالأرقام دي بتعيد التفكير أو بتعيد تغيير توجهاتها العامة ناحية طريقة الإدارة فيها وناحية طريقة الأداء اللي هي بتؤديه ناحية أعضائها وناحية المجتمع أيضا. لو احنا لاحظنا هنا هنلاقي ان تقريبا الفارق حوالي 2,600 صوت بين اللي وافقوا على سحب الثقة ومن النقيب ومجلس الإدارة، وحوالي واللي اعترضوا، وده معناه انه يعني الإرادة كانت غالبة، وانه يمكن استاذنا الاستاذ مكرم كمان اشار قبل كده انه المسألة ما انتهتش. يعني هنا برضو الرقم بتاع 6,000 اللي قالوا لا، ده يمثل إشارة لانه هناك جهد مطلوب ايضا للتحاور او اجراء الحوار مع كل ما اساس انهم حقيقة موجودة، وانه في ناس يعني ما اقترفتش من الاخطاء ما يعني ما يبرر انها تستبعد، وانه هذه القطاعات تستحق فعلا انه يكون هناك فرصة للالتقاء معاهم عند منتصف الطريق، وانهم يرجعوا تاني يبقوا جزء من الدولة وينصاعوا لقوانينها. أنا شوف ست اللي هو بيهز راسه. عايز تقول حاجة؟ طب لا ما كمل بس كمل طب. لأن كمل يعني هنا يعني خصوصا لأن احنا لازم ناخد في الاعتبار أنه نقابة زي نقابة الأطباء ونقابة المهندسين عاشت فترات طويلة جدا تحت سيطرة الطائرات الدينية، فكون أنه المسألة تطلع بالنسبة دي ده تغير نوعي كبير جدا، لكن ايضا النسبه المعارضه تخلي عندنا مجهود محتاج انه يبذل، لانه احنا من مصلحتنا كدوله ومن مصلحتنا كمجتمع ان هذه الكيانات المهمه جدا زي النقابات الكبيره دي انها ما تتكسرش، وانه يعني يعاد هي ما بتتكسرش. هو اسلوب ديمقراطي في ناس بتعيد وناس بتعارض. لا انا بتكلم على المرحله اللي جايه، لانه يعني ما نفس اللي احنا بنقوله في الدستور وفي الاستفتاء بتاع الدستور ان الارقام خلاص غيرت الاتجاه العام، هو نفسه موجود في هو في ناس جوانا ممكن تكون معترض على اي شيء، هذا من حقها طالما ان هو تحت مظله القانون بالظبط وتحت الشرعيه ولا يحمل سلاحا ولا يعني يعتدي على حقوق الآخرين. والنقابات حضرتك جزء أو كيان يعني مؤسسات هي يمكن تكون أقرب من غيرها استعدادا لهذا النوع من التغيير.
حضرتك كنت بتهز راسك ساعتها. لا هو طبعا ما احترمش طبعا الراي. هو انا شايف طبعا احنا بنبص الموضوع ده من زاويه ديت كمان ان احنا مش عارفين ايه الاخوان. الاخوان مش نقابه او فرد، يعني مش فكره فرد. لو فكره فرد كانت مساله حلت، كانت خلصت، او على الاقل العقلاء. في عقلاء ونعرف عقلاء كتير موجودين فيهم مواطنين مصريين عاديين واسر ساكنه يعني في حوالينا، يعني كلنا نعرف هذا. ولكن هم الحاله التربويه والنفسيه اللي هم فيها شامله باللي يحصل فيه واللي احنا بيحصل فيه. يعني هو سعيد جدا باللي بيحصل، سعيد بالاستاذ الدكتور محمود كبيش وهو بيهدوا البتاع ده. لو انت هتلاقيهم سعداء جدا باللي زيها كسروا مكتبه، وكان في صور ومقتنيات تاريخية. تراث. ثم ان ما السؤال الثاني او بسرعه النقطه الثانيه، هو ليه الشعب المصري بيتحرك باسلوب عقابي دلوقتي؟ هو في عقاب شعبي دلوقتي بحدود القانون زي ما حضرتك بتقول، النقابات بتطلع منهم. النهارده في خبر بيتكلموا محاولة الاعتداء على النائب السابق. هم لو هم فردي، لو هو جماعه فرديه بتتحرك بشكل فردي كان وارد ان احنا نتكلم معاه، انما نتكلم مع مين؟ دي جماعه ارهابيه، وان الارهابيين دولت لازم هم يعودوا الرشوم بمعرفتهم، والقانون هو الفصل بيننا وبينهم. ما حدش بيقول مثلا ايه نعملهم جيتو ولا ناخدهم نرميهم بره، لا هيعيشوا مواطنين. واذا هو عايز يبقى يعني يبقى موجود مع المجتمع مش عايز منه حاجه، يحترم القانون. لو ما احترمش القانون، القانون ياخد حقه. احنا مالناش علاقه بالكلام ده، لان ده عقاب او ليه اللي بيخليه بيعمل كده؟ ده عقاب، ولازم يبقوا عارفين انهم بيعاقبوا وهيعاقبوا اكتر، وعليهم هم يعاقلوا الناس اللي بتطلع. النهارده ده خساره جديده تضاف الى خسائر الاخوان منذ 30 يونيو حتى الان، خاصه انها تاتي بعد خساراتهم الضخمه ايضا في نقابة الأطباء التي سيطروا عليها مرة. وده معناه أنه الشعب يلفظ وجودهم، يرى أن وجودهم على رأس هذه المؤسسات. ها يعني وبرضه بصندوق مزق هذه المؤسسات. لا يعني هو لما بيرفضهم مش بس بيرفضهم بتظاهر أو بخروج شعبي، بصناديق ولا بلطجة زي هما بيعملوا. وهم في فترة من الفترات كانوا يعتبرون أنه سيطرتهم على النقابات المهنية هدف أساسي، وان هذا الهدف الاساسي يمكنهم فقط ان هم بيمثلوا الاغلبيه العدديه. لا ثبت ان هم ما بيمثلوش الاغلبيه العدديه. الطرف الاخر هو كان عزوف الطرف الاخر على الطرف الاخر عن الجهاد سلبيته. وكانت في النهايه بتنقسم النقابات المهنيه وتشل حركتها تماما، وهم ايضا كانوا بيستثمروا كل امكانات نقابه مهنيه ليعززوا موقفهم من خلال قروض يديها الانصارهم، مساعدات يديها الانصارهم، معاشات يديها لمن يتم اعتقالهم. يعني هم اساءوا التصرف في هذا، وانا اعتقد بالفعل ان هم اللي حطوا نفسهم في هذا، وشايفين ايضا كمان مقابلهم مقابل ما يحدث خطير على الناحية المدنية. هم لم يتركوا فرصة للناس النهاردة في الأقاليم إلا أن تطردهم في كل شارع وزقاق. في المنوفية الناس راحوا لهم ما تخرجوش من بيوتكم إذا أردتوا أن تكونوا آمنين. في طلخة لأنه في ولدين ثم ماتوا في حادث تفجير مديرية الأمن، بعض العائلات بغضب عشوائي راحت حطمت محلاتهم. هم لم يتركوا للناس فرصه ولا عقلائهم راح قال لك خديش يا ولد ولا حاجه كده. هو ده الكلام اللي بنقوله، ليس هناك عقل. وهو العاقل النهارده ان هو يعمل اللي بيعمله ويعرف انه خاسر المعركه، ويعرف انه سوف يخسر ايضا مسانده الخارج، لان الخارج لا يمكن الا ان يمتثل لنتائج ما حدث في مصر، ويصر على انه يولع الجامعات بهذا النحو، ويضع الشباب كل يوم في معارك ضخمه تؤدي ما في كل يوم على الاقل في تخريب اثنين قتلى كل يوم جامعه 17 تصلح من فلوسهم اللي هي بتاعت الحراسه. تخريب والحرائق واللي حصلت العربيات الكلام ده من فلوسهم اللي هي تحت الحراسه بتاعه الجماعه الارهابيه دي. يا ريت نطمئن الى هذا، لان عشرات السيارات وانا مقدر السيارات. احنا دافع الشعب المصري، احنا دافع ضرائب. لا عشرات المرافق التي تضم. انا نفسي بقى ان الحكومه تبين كرامه في هذا النوع، تقول لنا ان عندها 115 مليون، انا عربيتي اتحطمت فورا بعد جمعه اروح اخد فلوس من هؤلاء الناس. رصيف محافظ القاهره يقدم قائمه بالخسائر. والله المفترض ده الكلام ده يحصل بكره. ده مفترض
يحصل بكره. يعني اللي بيحصل في الجامعه واللي بالتكسير، يعني احنا عرفنا اللي حصل، التقييم اللي عملته وزاره الاسكان ليه جامعه الازهر مش اتكلموا في مبلغ كبير، وقبل كده النهضه ورابعه ده رابعه 75 مليون، 75 على رابعه. لا الفلوس دي كلها، لا الفلوس دي كلها توجه، ده توجه بكره. طيب وجه بكره. خلينا نشوف الصحافه الامريكيه الواشنطن بوست عملت مقال مهم جدا، بدعوا من يعني يتابع الصحافه الامريكيه انه يشوفه، لاستاذي العلوم السياسيه مايكل البرتوس اللي هو في جامعه شيكاغو وفيكتور مينالدو اللي هو في جامعه واشنطن، عبروا عن رايهم في الدستور المصري الجديد والجدل المثار. قالوا بقى ايه اهم فقره انا بقف امامها، انه وأضاف الكاتبان أن كل من الجيش المصري والولايات المتحدة والمجتمع الدولي قد اتفقوا جميعا وبقوة على ضرورة وجود دستور جديد كشرط أساسي لاستئناف الحكم المدني المنتخب. نقطة نتوقف أمام، والدستور الحالي يمهد الطريق بالفعل اتجاه تقليص السلطة التنفيذية للجيش بشكل رسمي. ممتاز. فرغم أن هناك توقعات قوية بترشيح الفريق السيسي للرئاسة، إلا أنه إذا فعل ذلك فسيتخلى عن صفته العسكرية أولا ويترشح كراجل مدني. ثم بيروحهم جايين بقى هنا قايلين ده اللي أنا عايز سيادة اللواء يتوقف أمامه، أنه رغم ما سبق ذكره فإن الدستور الحالي ميز الجيش في أمور أخرى وأضعف الإسلاميين، حيث حظر قيام الأحزاب على أساس ديني ولم يعد للجماعات الدينية كجماعة الإخوان الحق في المشاركة في الحياة السياسية، مش عارف العبارة دي منين. أما الجيش ما زال من حقه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، برضو دي عبارة مطاطة جدا مش دقيقة، ومن حقه أيضا الاعتراض على شخصية وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين قادمتين. ورغم هذه العيوب فقد نجح الدستور، واحد أسبابه أسباب نجاحه مقاطعة الإسلاميين للتصويت. المقال ده النهاردة أستاذ عماد؟ النهاردة. طب هو مش اللافت للنظر في ده إنه مقال النهاردة بعد الاستفتاء بيوم وقبل ما تعلن النتيجة ولا كلمة عن إنه الاستفتاء نزيه؟ بريف فابريكيتد، وان في 23 مليون، يعني برضو هو في مساله لافته في لير. لا انا ليه رؤيته، احنا مش عايزين من هنا ورايح، وانا اعي ما اقوله بالمعلومات، ليش غبنا بالامريكان؟ وحضرتك عارف امريكان الواشنطن بوست حضرتك تعرفه، وبابو دوارد والشله بتاعته هم بتوع العراق، هو الواشنطن بوست اللي روج للعراق، وحضرتك تتذكر هذا. مش عايزين نشغل بالنا، مصر مش شغلتش بالها بالامريكان خالص، والامريكان مش مشغولين بينا. الجرايد بتكتب الامريكان مشغولين بوسط اسيا، عندها كارثه دلوقتي، الحمل كله هتسيب الشرق الاوسط، عشان ودي رؤيتها دي معلنه. احنا مش عايزين نشغل بالنا، ولو كنا عايزين نشغل بالنا بيهم من الاول، ولو كان هنا يبان عظمه القوات المسلحه وثقلها وثقل القوات المسلحه المصريه الاستراتيجي في اتزان الاقليم، اللي ما خلوهمش يقدروا يفتحوا بقهم ابدا في فتره لما قالوا انقلاب ولا مش انقلاب. واحنا عارفين ان هيجل بيتكلم اكتر من 30 مكالمه، وهم عارفين وفاهمين كويس قوي 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 ان اتزان مصالحهم مرتبط باتزان مصر على راس القوات المسلحه. بالتالي اتمنى من كل مسؤولين وكلنا لا نهتم ابدا باي كلام يقولوه الامريكان، والفريق السيسي للعلم يعني البلد بتاعنا مديهم الطرشه في الموضوع، ما سالش فيهم خالص، اللي بتعمله مصر واللي عايزاه مصر بينفذه. عايز تقول حاجة تعقيب أخير؟ لا اتفضل. لا اتفضل، عشان خلاص دي إذا آخر تعقيب ليك إذا كان. لا أنا بس عايز أركز على إنه الإعلام الغربي دايماً، لسه كنت بقول لسيادة اللواء في الفاصل إنه طالما تحرك ضدك يبقى أنت ماشي صح. يبقى احنا ماشيين صح. كلمة جمال عبد الناصر. يعني لأنه هو أول ما يعني ما بيتحسس إنه قدامه صحيح طرف قاعدة صحيح ممكن أن يقود إلى تنمية مستقلة قايمة على قرار وطني متحرر من التبعية، هو هيبقى ضد. اللي يشكر فينا نبقى غلطان. هيدورلك على لما يشكر فينا يبقى ده هنا لازم نقلق. مش نقلق. صحيح. استاذ مكرم بعتبر ان ده جزء من الحرب النفسيه، جزء منه كبير، جزء من الحرب النفسيه. هم دائما يدعوا انهم يلتزموا المهنيه والموضوعيه. عندما نتفحص وانا اتفحص هذه المقالات دائما اتجد انهم لا يقولون الحقيقه على وجه الاطلاق، انه المصريين قتلوا 1000 واحد خارجين في مظاهرات سلميه، ان قاده الاخوان ملقى معتقلين مش وليسوا مقدمين للمحاكمات، الاف القواعد ومئات الكادرات معتقلين في مصر لفقد لايه؟ لخدمه ان المؤسسه العسكريه سوف تحكم. انا شايف المقاله ده
يعني لخبطة، غنت محاولة تراجع، ويحاول في تراجعه أيضا إن هو لأن الحقيقة دامغة بتاعت الاستفتاء، يحاول في تراجعه إنه يتكلم عن هلا بس إيه ده انقلاب عسكري، بس ده إيه ما تنسوش إنه ده كذا وكذا وكذا. لكن فندم بس حتى في المادة بتاعت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أول سطر فيها المادة بتقول إيه؟ يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا وبعدين جه في نهاية المادة في الاعتداء على فرد أو منشأة أو مركبة أو وسائق أو يعني أي شيء. لا ده فلوس مدفوعة. هم لن ليسوا موضوعيين وليسوا محايدين، ويحاولون أن يستخدموا هذه المقالات وهذه الصحف علشان يشنوا عغب نفسية على الإرادة الشعبية الوطنية. علينا أن إحنا زي ما بنقول لا نضعهم في حسابنا الحقيقي. حسابنا الحقيقي لابد أن يكون قائما على العوامل المتعلقة بالجبهة الداخلية، قوة الجبهة الداخلية، صلابة، إضعاف جماعة الإخوان المسلمين، حصارهم، تصفيتهم، ده حسابنا الحقيقي. إنما نقعد نتابعهم عشان نعرف مكائدهم، لكن في النهاية لابد أن يقر في نفوسنا أنها جزء من الحرب النفسية، وأن كل هذه الأشياء مصيرها ركش إذا أنت وقفت على قدمك في الداخل. وأظن تجربتنا من 30 يونيو مع الإخوان مع الأمريكان بتقول هذه الحكاية مع الدنيا ومع الاتحاد الأوروبي. في نهاية هذه الحلقة بشكر أستاذ مكرم، سيادة اللواء، أستاذ جمال، شكرا على الجهد اللي بذلته في الإحصاءات اللي كانت مقدمة النهاردة. بنقول للسادة المشاهدين أنه فورا نهاية هذه الفقرة يمتد طبعا برنامج ممكن اللي بيقدمه الزميل العزيز خيري رمضان في فقرته الأسبوعية مع الأستاذ أسامة، الدكتور أسامة الأزهري، دكتور أسامة الأزهري اللي لقيت مكتوب أسامة الأزهر، طب ما أنا عارف إن اسمه أسامة الأزهري اللي هو المشرف على مكتبة رسالة الأزهر. الدكتور أسامة الأزهري هو من الناس العقول المستنيرة التي تقدم كل أسبوع مع الأستاذ خيري إجابات على كثير من الأسئلة الحائرة. هذه الفقرة على طول اللي كانت هي حلقة خاصة عشان التطورات الإخبارية اللي حدثت اليوم. بفكركم تاني نطلع على الشاشة نشوف أرقام اللي هي بنقول إن هي مبدئية أو أولية للي حصل النهاردة، ونحاول نفكر فيها من هنا لحد بكرة معناها إيه. عدد المسجلين 52 مليون، اللي شاركوا منهم 23 مليون، نسبة المشاركة حوالي 44%، واللي قالوا نعم 95%. إذا ما كانش الكلام ده معناه إنه في مشاركة شعبية ساحقة وجارفة غير مسبوقة، يبقى أي حاجة تانية ملهاش أي معنى. وعشان كده برجع وفكركم بالفزورة اللي قلناها في أول البرنامج، واحد مؤمن واحد كافر، الاثنين كانوا راكبين مركب وقعوا في المية، مين فيهم اللي حينجو مين فيهم اللي حيموت؟ والإجابة زي ما قلتها لكم، اللي حينجو هو اللي بيعرف يعوم. عشان كده اللي حيحكم هو الأكفأ، هو الأفضل، هو الأشرف، هو اللي عنده الشرعية، هو اللي الجماهير حست بيه وعايزاه وهتفضل وراه. صباح الخير، وليحفظ الله مصر العزيزة من كل سوء.